أنا عايز أعرف مين اللي سلط الجن ده على ابني عشان يأذيه؟ فأجابه حسان في هدوء: محدش يا حاج سلط حد على ابنك، الجن اللي صاب كامل اختاره بإرادته ومحدش طلب منه إنه يأذيه. كانت تلك الجملة بمثابة صاعقة نزلت على الجميع لتصيبهم بالذهول، فنظر الجميع إلى حسان لا يفهمون ما قاله، فشعر حسان أنه قد حان الوقت ليشرح للجميع حقيقة ما يحدث في شمياطس. مد حسان يده ليأخذ كوب ماء ليشرب منه، ملاحظا ترقب الجميع له ليبدأ الحديث، فشرب منه ثم وضعه مجددا على الطاولة وبدأ في شرح ما يجهله الجميع قائلا: النهاردة الصبح لما كامل وأمير جولي وشرح لي كامل اللي حصل له، عرفت إن الجن اللي صايبه جن قوي مش سهل إن حد يستدعيه ويسخره. وبعد ما مشيهم دخلت في خلوة مع نفسي أستشير اللي بيعاونوني في شغلي. فقطعه أمير باستغراب ليسأله: هم مين دول اللي بيعاونوك؟ احنا ما شفناش حد معاك لما جينا. فنظر إليه حسان باستنكار، فالتفت أمير إلى كامل ووالده ليجدهم الآخرين ينظران إليه متعجبين من سذاجة سؤاله، أو بالأحرى غبائه في فهم ما كان يشير إليه حسان في كلامه. فأدرك أمير سريعا أن حسان يقصد بكلامه الجن والذي يسخرهم لخدمته. فنظر أمير في حرج نحو الأرض، ثم توجه العمدة لحسان بالكلام: كمل يا حسان، احنا معاك. فتنهد حسان وهو ينظر الى امير، ثم عاد ليكمل ما كان يقول: ما بين عالم الجن وعالم الانس في ستار محطوط بينهم، حاجز الجن من انهم ييجوا لعالم الانس، ما يعرفش حد من الجن يعديه، لكن الجن يقدر يجي لعالمنا لو حد من الانس استدعاه، وده بيبقى عن طريق عمل، والعمل ده بيكون استدعاء ليه، بيربط وجوده عندنا بطلب الاستدعاه، وبيرحل الجن لما ينفذ الطلب اللي جاي عشانه، او بيرحل لو العمل اللي ربطه هنا اتفك. وبفككان العمل بينتهي الطلب والسبب اللي جاي عشانه. واللي بيعاونوني دورهم انهم يعرفوني مين اللي استدعى الجن اللي هنا وفين مكان العمل اللي ربطه بعالمنا، وانا ساعتها بدور على العمل وافكه، والجن بيتحل من خدمته وبيرحل. لكن بعد ما استشرت اللي بيخدموني عرفت منهم ان الجن اللي ساكن ظل كامل مجاش بناء على طلب او امر من حد من الانس. للأسف ما قدرتش اعرف منهم اكتر من كده لسبب بسيط. ثم أخذ حسان نفسا عميقا ليكمل حديثه قائلا: لأن الجن أو عالم الجن فيه قوانين ونواميس بتحكمهم، ولو حد خرج عنها ومنفذهاش بيتحرق، ومنها إن الجن ما ينفعش إنه يكون السبب في أذى يصيب جن تاني، وعشان كده امتنعوا عن مساعدتي في حل اللي صايب كامل، لانهم عارفين ان عشان اقدر اساعد كامل لازم احرق الجن اللي صايبه. ثم تنهد حسان في حسرة
ليعود قائلا: المشكلة الكبيرة بقى انهم برضو مش هيعرفوا يعاونوني في حل اي اذى صايب اهل البلد. فتعجب كامل مما قاله حسان ليسأله عن سبب ذلك، فعاد حسان ليجيبه قائلا: لان ببساطة يا كامل، الجن اللي صايب الناس اللي في بلدكم جم هنا من غير ما حد يستدعيهم او يسلطهم على حد. فمال امير بجسده للامام وهو ينظر الى حسان متحيرا مما سمعه الان، ليسأله قائلا: امال انت عرفت الجن ازاي وتخلصت منه ازاي؟ فاعتدل حسان في جلسته موجها كلامه للجميع وهو يبتسم في ثقة ويقول: من كتاب الكهانة. ثم صمت حسان للحظات ليجد الجميع ينظرون إليه باهتمام منتظرين أن يكمل كلامه، فاستكمل قائلا: في زمن سيدنا سليمان كان الجن بيحضروا لعالمنا بناء على طلبه وتنفيذ أوامره، وبعد موت سيدنا سليمان الإنس لقيوا إن في عشائر من الجن بيقدروا يعدوا الستار اللي حاجز ما بيننا وما بينهم، ويحضروا لعالمنا وقت ما يعوزوا وبدون استدعاء من حد من الإنس. مع مرور الوقت قدر الإنس إنهم يعرفوا مين عشائر الجن اللي بتقدر تعدي الستار ده، ويعرفوا أسباب مجيئهم لعندنا وإزاي يصرفوهم عننا. جمعوا كل المعلومات اللي عرفوها في كتاب اتسمى بكتاب الكهانة، والكتاب ده وقتها اتعمل منه 55 نسخة بس. ثم توجه العمدة لحسان بالكلام ليسأله في فضول: والكتاب ده معاك؟ فابتسم حسام بكل ثقة وهو يجيبه: جدي كان شغال خادم عند الشيخ جليل، كان مشهور بفكه وصرفه للجن عن الناس، ومع الوقت اكتشف جدي ان الشيخ ده معاه نسخة من كتاب الكهانة وقدر يسرقه منه ويهرب بيه، وساعتها هرب لبلاد بعيدة وبدأ شغله الخاص بيه هو، ومن ساعتها والكتاب ده مع عيلتي بنتورثه أبا عن جد. فقال له أمير مازحا: وطبعا اتورثت الشغلانة أبا عن جد برضو. فأجابه حسان وهو يضحك: بالظبط، عليك نور. ثم ارتسمت سريعا ملامح الجدية على وجه حسان وهو يكمل: بس دي كانت أول مرة استخدم الكلام المكتوب في الكتاب في إني أصرف الجن عن الإنس. ثم عاد حسان للنظر إلى الجميع مرة أخرى ليكمل شرحه للموضوع قائلا: الكتاب كان بيحكي عن أقوى عشائر في عالم الجن، العشائر دي هي الوحيدة اللي كانت تقدر تيجي لعندنا، وكل عشيرة منهم كان ليها قدرة تقدر تعملها وتنفذها في عالمنا، وكان الإنس بيسموا كل عشيرة على حسب اسم أول جن جه منها لعالمنا. والجن اللي سابق يا كامل كان جن من عشيرة الظليل، وجن العشيرة دي بيقدر انه يحضر لعندنا ويسكن في ظل حد من الانس ويعيش جواه ويتحرك زيه كمان، وكمان يقدر انه يأثر على حركة الانس ده بتحريك ظله، لكن ما يقدرش يحركه على طول، يقدر بس يحركه حركة بسيطة
حركة كافية بأنها تنهي حياته لو حب. ثم تكلم أمير وهو ينظر إلى كامل مصدقا على ما سمعه من حسان قائلا: أيوة يا كامل، زي ما كان بيكعبلك أو بيهز إيدك وانت بتحلق. فأكمل حسان الكلام وهو يومئ براسه قائلا: بالظبط كده، ولو الإنس كان ظاهر له كذا ضل يقدر الجن يسكن فيهم ويتنقل ما بينهم، وممكن كمان يتنقل لضل حد تاني لو كان ضل قريب لضل الإنس اللي صايبه. ثم تنهد حسان وهو يرجع بجسده للوراء ليسنده على ظهر الكرسي. عشان كده لما كنت انت وامير عندي ما كنتش عايز انه يعرف ايه اللي هيحصل له، لانه كان معاك جوه ضلك وسامع وشايف كل حاجه، وفي الارض الفاضيه لما ظهر لك كذا ضل عرفت ان الجن كان مرعوب وخايف يتحرك لحسن نكشفه، وفضل ثابت في مكانه وفي حركته، خاف انه يتنقل لضل معروس ويصيبه ويهرب جواه لاننا كنا هنكشفه، فقرر انه يفضل ثابت في مكانه ومستخبي في ضلالك، وافتكر اننا مش هنعرف هو فين. في نظر اليه العمدة وهو في حيرة من أمره قائلا له: طيب وهو حاضر عندنا ليه؟ وشمعنا ابني؟ فتكلم حسان وهو لا يعرف إجابة السؤال والذي طرحه العمدة عليه ليجيبه قائلا: كتاب الكهانة مكتوب فيه كذا سبب كانت عشاير الجن بتحضر فيه لعالم الإنس، وأنا معرفش هو جه لأنهي سبب منهم ولا ليه صاب ابنك بالذات. ثم أطبق الصمت على المكان بعدما أصابهم كلام حسان بخيبة الأمل والحيرة، فحاول أمير معرفة ما سيقدمان عليه بعد ذلك، فمال إلى الأمام ليلتقط كوب الشاي قائلا: طيب وبعدين ايه الخطوة اللي جاية بعد كده؟ فنظر اليه كامل ليجيبه في حماس: احنا بكرة هنعدي على بيت الحاج عبد القادر وهنقعد معاه هو وبنته علشان تحكي لنا عن نصابها. فأومأ حسان برأسه موافقا على ما قاله كامل، ثم وقف من مكانه وهو يقول: تمام، يبقى نتقابل بكرة، أنا لازم أقوم أروح، الوقت عدى نص الليل. ثم قام أمير هو الآخر قائلا: وأنا كمان لازم أمشي علشان هموت وأنام. ثم أكمل وهو يضحك: أنا خايف إني من التعب أنام في الصالة وملحقش أوصل الأوضة. فابتسم كامل لهما ثم نادى بأعلى صوته: يا محروس! أتى محروس مهرولا من الخارج، ثم وقف في توتر منتظرا أوامر كامل له، فحدثه كامل قائلا: شوف نعيم برا ولا نام، صحيه وخليه يوصل ضيوفنا لبيوتهم. ثم رفع أمير يده عاليا ليقاطعه، إلا أنه أكمل كلامه في إصرار لمحروس قائلا: الوقت اتأخر ومش هيلاقوا حاجة توصلهم، روح له بسرعة. فابتسم أمير له وهم بالقيام من مكانه وهو يمزح قائلا: طيب تمام، هنلحق احنا بقى محروس لحسن يروح ينام جنب نعيم ولا حاجة. ونهض الجميع من جلستهم. قام العمدة بعناء من جلسته، فلاحظ كامل ذلك فأسرع في معاونته على النهوض، فقام العمدة مستندا عليه قائلا لهما: نورتونا شوية دول، وبكرة لو رجعتوا منصورين بإذن الله لازم تيجوا كلكم تحكولي على اللي حصل.
ثم خبط بيده كتف ابنه ليمازحه قائلا: أنا لسه العمدة برضو يا واد. فابتسم كامل لوالده ثم ربط على كتفه بحنان قائلا: ده أنت الخير والبركة كلها يابا. خرج كامل ليصطحبهما إلى الخارج مودعا إياهما بعد أن صعد إلى الحنطور ليذهب إلى مساكنهما. داخل دوار العمدة صعد كامل بوالده السلالم والتي تؤدي للدور الثاني حيث توجد غرفهم ليدخله غرفته، ثم عاد كامل هو الآخر إلى غرفته وأضاء النور ليجلس على مكتبه ويفتح الدرج ليخرج منه مذكراته، ثم يكتب وهو يتثاءب: اليوم لن أكتب شيئا، فأنا لا أريد أن أتذكر ما حدث فيه. كل ما أريد تذكره هو أنه اليوم الأول لي منذ وقت طويل، والذي سأذهب فيه للنوم دون أن ألتفت إلى جانبي. سأذهب إلى النوم بنفس مطمئنة وبال هانئ، مودعا من كان معي منذ وقت طويل. ثم أغلق كامل بعدها مذكراته، ثم غير ملابسه وصعد على سريره في هدوء ليغط في نوم عميق اشتاق له منذ فترة طويلة، وقد كان يظن أنه لن يحظى به مرة أخرى. أتى صباح يوم جديد، ومثلما حدث في اليوم السابق استيقظ أمير بسبب ضوء الشمس الساطع الآتي من الجزء المكسور من النافذة والذي ينتج عند تعامد أشعة الشمس في الساعة العاشرة مع الجزء المكسور من النافذة ليسطع الضوء على وجه أمير فينهض في تكاسل مرددا في غضب: حسان بيوضب البيت كل شوية يا ابن الله. قام من سريره ثم ذهب إلى الحوض ليغسل وجهه وارتدى ملابسه، خرج من غرفته وقد قرر الذهاب إلى دوار العمدة سيرا على الأقدام، فقد كان يريد الاستمتاع بدفء الشمس والهواء النقي. لم يعرف أمير سبب ميله الشديد لأجواء القرية وإناسها، فقد كان يشعر وهو في القرية بهدوء وسلام نفسي كبير، فظل يمشي في طريقه متأملا ما حوله من الحقول الخضراء حتى وصل إلى سور الدوار والذي كان واقفا أمامه أحد الغفر، وباقتراب أمير منه ابتسم له محييا إياه: صباح الخير يا باه. فأومى أمير رأسه بابتسامة وهو يقول: صباح النور. دخل أمير من السور ليجد كامل جالسا في الخارج على كرسي يطالع صحيفة ويمسك بكوب شاي باللبن يشرب منه في هدوء. كان كامل جالسا بظهره في اتجاه أمير لا يدري قدومه ناحيته، فاقترب أمير منه ببطء شديد حتى لا يلاحظ وجوده، ثم قفز فجأة أمامه صائحا بصوت عال: صباح الخير. فانتفض كامل من مكانه مفزوعا، اهتزت يده فسكب ما في الكوب على الأرض، فنظر بغضب على الأرض ثم التفت إلى أمير ليجد على وجهه ملامح الحرج الشديد لما تسبب به، لقد تبدل سريعا ملامحه ليبتسم لأمير ممازحا إياه وهو يقول: أنا هشرب شاي بلبن تاني، تشرب معايا؟ فضحك أمير لكامل وهو يهز رأسه نافيا ويجيبه: لا لا أنا ما بحبوش، هاتلي معاك شاي بس. قام كامل من كرسيه لينادي على محروس، لكن قبل أن يفتح كامل فمه وضع أمير يده على كتفه قائلا: استنى استنى أنت يا محروس. فتح محروس باب الدوار وذهب سريعا ناحيتهم، فخاطبه أمير ليقول: واحد شاي محروس عادي والتاني بلبن بس بسرعة والنبي. ليضحك الاثنان لما فعله أمير،
فنظر إلى كامل ممازحا إياه قائلا: يعني دوار طويل عريض وما فيهوش غير واحد بس يخدمكم، أمال عمدة إيه بس؟ فرد عليه كامل وهو يضحك: يا عم إحنا بلد غلبانة وعمدتها أغلب منها، أنت أكيد تقصد عمد البلاد الكبيرة مش إحنا. فسأله أمير وهو يعدل نظارته على وجهه: طيب إحنا هنشرب الشاي ونتحرك تمام؟ لا لا، المرة دي أنا بعت نعيم يجيب حسان لهنا، هناخده ونروح لبيت الحاج عبد القادر، هو جنبنا هنا مش بعيد. ثم ذهب محروس ملبيا طلب أمير وعاد سريعا لهم بما طلبوه. انقضى بعض الوقت وهم ينتظرون قدوم حسان حتى سمعوا من بعيد صوت الحنطور وهو يقترب من الدوار، فتحرك إلى الخارج ليرى نعيم يقود إليهما حتى وصل عندهما ليوقف عربة الحنطور أمامهما، فخرج حسان بجسده من الداخل مبتسما لهم قائلا: مش هتركبوا ولا إيه؟ ليصعد الاثنان للعربة وتحرك الحنطور مرة أخرى على الطريق في اتجاه بيت الحاج عبد القادر حتى وصل إليه. توقف أمام البيت بأمطار قليلة لينزل الثلاثة منه ويتقدمهم كامل، فاقترب أمير من خلفه قائلا: هو الراجل ده كامل عارف إن احنا جايين له؟ ما تخافش ما تخافش، أنا بعت له محروس أول ما النهار طلع وبلغه بمجينا وهو مستنينا. وبعد خطوات قليلة وصل الجميع إلى أمام باب البيت، فطرق كامل الباب ثم انتظر لثوان ليفتح لهم من في الداخل. كان شاب نحيل لا يتجاوز العشرينات من عمره، تأملهم الشاب لثوان ثم فتح الباب على آخره ليشير لهم بيده إلى الداخل وهو يقول: اتفضلوا أبويا مستنيكوا جوه. دخل الجميع في هدوء ليتبعوا الشاب والذي قادهم بدوره إلى غرفة في الداخل لينتظروا بها، فجلس الثلاثة بجوار بعضهم على أريكة خشبية، فحدثهم الشاب قائلا: ثواني وهنادي لأبويا. ثم هم الشاب بالخروج من الغرفة. كان أمير قد لاحظ على الشاب منذ أن رآه أن وجهه عابث ممتلئ بالعنق والضيق، فمال ناحية كامل ليسأله بصوت خافت: هو مين ده كامل؟ وماله عامل كده ليه؟ ده عماد ابن الحاج عبد القادر، وباللي بيحصل لأخته كويس قوي إنه عارف يقف على رجليه. ثم قطع كلامهم دخول الحاج عبد القادر وابنه عماد إلى الغرفة، فاعتدل الاثنان سريعا في جلستهم. كان الحاج عبد القادر رجلا طاعنا في السن يشوب شعره البياض وقد أحنى ظهره الكبر، فتقدم ناحيتهم في هدوء حتى جلس على أريكة أخرى أمامهم، ثم جلس ابنه على كرسي بجوار الأريكة، ثم نظر الرجل إلى كامل قائلا: نورتنا يا ابن الغالي انت وضيوفك. كتر خيرك يا حاج، انا جاي لك بكل خير ان شاء الله. ثم اشار كامل بيده ناحية حسان وهو يقول: انا جبت لك معايا حسان المغاوري، والراجل ده هو اللي حل عني اللي صابني، وباذن الله هيفك الاذى اللي صايب بنتك. فأومأ الحاج عبد القادر برأسه لحسان محييا إياه، فابتسم له حسان ثم وضع كامل يده على كتف أمير مبتسما ليكمل قائلا: وده أمير صاحبي، هو صحفي وبيعاوني في. وقف الرجل من مجلسه فجأة وهو يقاطع كامل في غضب: صحفي بيكتب في الجرانين يعني؟
ثم قام عماد والآخر وهو يقول في استنكار: أنت عايز اللي بيحصل لأختي الناس كلها تعرفه، عايز تفضحنا يعني. تسمر كامل من هجوم الرجل وابنه عليه، فقام أمير من جلسته سريعا ليقف أمامهما قائلا: يا جماعة أنا مش جاي أفضح حد، أنا كنت جاي أحقق في قضية جناين نفسها، ووعدت كامل إني مش هجيب سيرة أو اسم حد من اللي طالهم الأذى. أنا جاي هنا وعارف كويس عادات وتقاليد أهل البلد ولازم أحترمها. أنا جاي مع كامل كصديق مش صحفي، وبعونه في مساعدته لأهل بلده اللي بيحبهم وبيقدرهم وعايز فعلا يساعدهم. فنظر كامل إلى أمير معجبا بطريقته في تولي زمام الحديث ومحاولة تهدئته للرجل وابنه، خاصة وأنه لاحظ أن قد بدأت ملامح وجيهما تهدأ عن ذي قبل بعدما استمعوا لما قاله أمير لهم. عاد الرجل وابنه للجلوس مرة أخرى، لكن ما زالت ملامحهما عابسة قليلا، فعاد كامل ليتابع ما قاله: يا حج أنا فعلا عمري ما هتسبب في أذية أو فضيحة لأهل بلدي، أنا جاي ومتأكد إننا هنعرف نحل عن بنتك الجن اللي صايبها. ثم زاد الصمت المكان للعصات، وقد بدأت الأجواء تهدأ، فبدأ حسان بتوجيه الكلام إلى الحاج عبد القادر قائلا: بعد إذنك يا حاج، أنا عايزك تحكيلي إيه اللي حصل لبنتك بالظبط من الأول. فتنهد الرجل وهو ينظر إلى حسان في صمت لثوان، ثم التفت ناحية ابنه ليحدثه قائلا: نادي على أختك من جوه يا ابني. فقام عماد سريعا ليخرج من الغرفة، ثم عاد بعد دقائق معدودة وخلفه أخته فاتن، كان اسمها فاتن ووصفها أيضا، فلقد كانت جميلة بكل ما تحمله الكلمة من معنى. كانت ناصعة البياض كالثلج، عيناها بنيتين وذات قوام ممشوق يلفت نظر كل من يراه. أتت الفتاة من خلف أخيها لتمشي داخل الغرفة في هدوء وتجلس بجوار أبيها على الأريكة الصغيرة، فنظر إليها والدها ونظرات الحزن والمرارة تملأ وجهه ليقول لها: احكي يا بنت الكامل عاللي بيحصل لك من اليوم اللي زرت فيه جناين. نظرت الفتاة إلى والدها بحرج وعيناها تملأها الحزن، ثم التفتت إلى كامل لتقول له: أنا يومها رحت على شغلي في الغيط، كانت جناين يومها ما جاتش تشتغل معانا، بعد ما خلصت شغل رحت لها أطمن عليها. أيوة بس الكلام ده مش صحيح يا حاج، قاطع أمير كلامها في غضب ليكمل هو الحديث وهو ينظر إلى الرجل قائلا: أيوة احنا رحنا الجناين امبارح وعرفنا منها ان بنتك راحت لها البيت تسمم بدنها بكلمتين. بنتك يا حاج كانت كل يوم في شغلها مع جناين بتتريق عليها وتضايقها، وعمرها ما كانت صاحبة ليها. فنظر الرجل الى ابنته وقد اشعل كلام امير الغضب بداخله، فقد شعر ان ما هم فيه الان لربما يكون عقبة ما فعلته ابنته مع جناين، فبدأ عليه أنه سوف يقدم على فعل متهور كأن يضربها أو يسبها، فالتفتت إليه في حرج لا تدري ما تقول وهي تكاد تبكي من الخوف من والدها، لكن تدخل كامل في الحديث سريعا، فهو لا تشغله علاقتها بجناين، بل كان كل همه أن يعرف ما حدث لها لاحقا ذلك اليوم، فسألها قائلا: طيب احكي لنا ايه اللي حصل بعد ما رجعت من عندها.
كان سؤال كامل بمثابة حبل إنقاذ لها ليخرجها من مأزق تبرير سبب ذهابها لجناين ومضايقتها، فردت عليه لتقول: بعد ما مشيت من عندها رجعت على البيت مهدودة ودخلت أوضتي. يومها أول ما دخلت أحسيت إن في حد موجود معايا في المكان وإني مش لوحدي، مع إن الأوضة كانت فاضية، لكن الإحساس ده كان ملازمني من أول ما دخلت، بس أنا ما خدتش في بالي ورميت جدتي على السرير ورحت في النوم، وفجأة صحيت لما حسيت إن حد ماسك رجلي، فقمت مفزوعة ببص حواليا ما لقيتش حد، فرجعت غمضت عيني بس ما كنتش عارف أنام، كنت حاسة إن في حد واقف جنبي، وقبل ما عيني تغفل تاني حسيت بحد بيمسك رجلي تاني، فقمت مفزوعة أصوت. أبويا جه يجري وولع النور لأني بعيط، حكيت له على اللي حصل، فنادى على أخويا وقلبنا الأوضة ما لقيناش حد. عماد ساعتها جري ناحية الشباك ليكون حد فتحه ودخل منه، لكن لقيناه مقفول من جوه. ثم تابعت كلامها في توتر ملحوظ للجميع وهي تقول: واليوم اللي بعديه دخلت انام في اوضتي وانا بتقلب في السرير، حسيت بالمرتبة وهي بتتهز بالراحة زي ما يكون حد كان نايم في السرير جنبي وبيتقلب، وسكت. بعدها بشوية حسيت بان حد اتحرك ونزل من السرير، وبعد فترة حسيت بان الجو سقع فاتغطيت بملاية ورحت في النوم، وانا نايمة حسيت بالملاية وهي بتتسحب لفوق ورجلي بتتعر، فجريت من الأوضة بسرعة رحت جنب ابويا نمت واتغطيت، فضلت صاحية من الخوف لكن عيني غفلت غصب عني. بعدها بشوية صحيت وما لقيتش ملاية فوقية، بمد ايدي حواليا ما لقيتهاش، وقمت مديت ايدي جنب السرير يمكن تكون وقعت من عليا وانا بتقلب، بس برضو ما لقيتهاش. قمت ولعت النور عشان اشوفها فين، ساعتها لقيت الملاية في نص الأوضة متعلقة في الهواء وكأن في حد واقف وماسكها، وأول ما النور ولع الملاية ثابت ووقعت على الأرض. قالت فاتن الجملة الأخيرة وعيناها مليئة بالدموع، فنظر أبوها إليها بحسرة ثم أكمل هو الكلام ليقول: ساعتها قمت مفزوع على صوتها، خدتها في حضني، فضلنا طول الليل أنا وأخوها معاها صاعيين ما نمناش، حرفنا ما نسيبهاش ولا لحظة من ساعتها. ثم صمت الجميع للحظات ارتسم فيها على وجه كامل وأمير الدهشة مما سمعوه من الرجل وابنته. بينما كان حسان شارد الذهن يفكر، ثم نظر إلى فاتن ثم سألها: طيب هو كان بيلمس رجليك بس ولا كان بيقرب لك أكتر من كده؟ فاعتدل عماد نحو حسان وهو ينظر إليه بحدة، وقد أثار كلامه لأخته الغضب والحفيظة بداخله، لكنه أمسك أعصابه وظل صامتا. فأومأت فاتن برأسها لحسان في حرج لتجيبه قائلة: لا رجلي بس، منين ما نام لازم أحس بحد بيحسس على رجلي. فحدثها أمير متعجبا مما قالته: حتى وانت نايمة جنب أبوك؟ حينها صاح والدها في حسرة وهو ينظر للأعلى من حوله كأنه يكلم ما لا يراه: عشان هو خسيس
وما عندوش دم. وحينها دفنت فاتن وجهها في صدر والدها وهي تضغط بيدها على يده كأنها ترجوه أن يتوقف عن الكلام. فطبطب والدها عليها في حنان وهو يتكلم ونغصة المرارة في حلقه قائلا: أنا خايف يجي عليه يوم ويتمادى في عميله، ساعتها مش هعرف أعيش على وش الدنيا ولو يوم واحد بعدها. ثم فجأة قام عماد من جلسته سريعا ليقف وقد احمر وجهه من شدة الغضب قائلا: أنا خارج يابا. فنظر والده إليه في استغراب ليسأله: رايح على فين يا ابني؟ رايح على القهوة هقابل محمود. ثم هم بالخروج من الغرفة والغضب يعتريه، فنادى عليه والده قائلا: طيب والضيوف يا ابني؟ ابقى ضيفهم انت يابا. ورطم عماد الباب من خلفه بقوة، فأغمض والده عينيه في حسرة ثم نظر إلى كامل وهو يقول: عماد ابني اتغير من ساعتها، بقى على طول عصبي، ما بيستعملش كلمة من حد، بس أنا عذره وحاسس باللي هو فيه. فحدثه أمير في هدوء: طبيعي طبيعي يا حاج، اللي ابنك فيه ده احساسه بالعجز في انه يحمي اخته وقلة حيلته، لازم تعمل فيه كده واكتر كمان. ثم التفت الرجل برأسه ناحية الباب في أسى وهو يكمل قائلا: حتى محمود بيقول لي انه ما بقاش مركز في الشغل زي الاول. فسأله كامل مستفهما: محمود ده ابن الحاج مصطفى؟ فأومأ الرجل برأسه موافقا ليجيبه قائلا: أيوة محمود ابن عمه، هو وعماد عاملين السطح مخزن بيخزنوا فيه تقاوي وعلف وبيبيعوه لأصحاب الأراضي، ومحمود هو اللي بقى شايل الشغل كله، وكل يوم يجي الصبح يفتح السطح وياخد العلف ويروح يبيعه، واشتكالي انه بقاله مدة شايل حمل الشغل كل لوحده والدنيا بتخرب منه. ثم عاد الرجل ليتكلم في حزن ويقول: انا بدعي ربنا ان الغمة دي تنزاع عننا قبل ما الخراب يحل على البيت كله. ثم انتبه الرجل الى ان الحديث قد سرقه ونسي ان يقدم لضيوفه ما يشربونه، فقال سريعا: لا مؤاخذة يا حضرات، انا نسيت اضيفكم، قوم يا فاتن هاتلنا شاي نشربه. ثم قامت الفتاة بهدوء لتذهب إلى المطبخ، فالتفت كامل برأسه ناحية حسان ليسأله: إيه رأيك في الكلام اللي سمعته ده يا حسان؟ فنظر حسان إليه ثم هم بالحديث للجميع ليشرح لهم ما يعرفه قائلا: الجن اللي صايب فاتن جن شهواني بيعشى الجسد، وعشق الجن للجسد زي عشق الإنس، وزي ما في رجالة عشقها بيروح أكتر لحتة في الجسم بتاع الست، زي ما في جن بيعشق في الجسم حاجة بتشده ليها أكتر من غيرها وبتفضل في باله وبيرجع لها تاني. ثم وجه نظره للحاج عبد القادر وهو يكمل قائلا: وفي حالة بنتك الجن عشق رجليها وأدمها، بقوا هما شهوته اللي شغلة تركيزه، عشان كده بيجي يزورها كل يوم. أنهى حسان كلامه
وسط دهشة من الجميع. فتكلم الحاج عبد القادر بحزن وقد اتسعت عيناه من صدمة ما قاله حسان له، ليسأله قائلا: ولحد امتى هتفضل الحالة على كده؟ لحد ما موت من الحسرة والعار. ما تخافش ما تخافش يا حاج، اليوم ده مش هيعدي غير والجن حال عن بنتك، قالها حسان وهو يبتسم للحاج عبد القادر بثقة. لتدخل فاتن عليهم الغرفة وهي تحمل الصينية وتضعها على الطاولة، وتعود للجلوس بجوار والدها والذي أشار إلى الصينية قائلا: اتفضلوا اتفضلوا الشاي يا حضرات. أخذ الجميع أكواب الشاي من الطاولة، أخذ حسان كوبه وشرب منه رشفة، ثم نظر إلى فاتن ووالدها قائلا لهم: أنا أقول لكم إحنا هنعمل إيه. ثم وضع حسان الكوب من يده على الطاولة مجددا، ثم التفت إلى كامل ليسأله: أنا لو كتبت معاك عقد ومضيتك عليه يا كامل مش لازم تنفذه؟ فرد عليه كامل في استغراب: أيوة أكيد طبعا. فسأله مجددا: طيب ولو ما نفذتهوش؟ يبقى هتسجن. فعاد حسان حينها ليسند ظهره على الأريكة ليبتسم بثقة ويقول: يبقى هو ذا اللي هنعمله. فنظر كامل وأمير لبعضهما باستغراب، ثم مال الحاج عبد القادر إلى الأمام ناحية حسان قائلا في حيرة: أنا مش فاهم حاجة يا ابني. فاعتدل حسان ليشرح للجميع ما كان يقصده قائلا: الاتفاق بين الإنس بيبقى بعد، لكن الاتفاق عند الجن بيكون عهد، عهد عليه تنفيذه وإلا يتعرق. العهد ده مش بإمضة بتتكتب عليه، العهد ده بيلزم الجن بمجرد لمسه ليه. عشان كده العمل اللي بيتعمل بيبقى جواه عهد مكتوب للجن وبيتكتب على حاجة تخص أطر حد، حاجة ملموسة، وبلمس الجن ليها بتتحقق موافقته وبتلزمه بتنفيذها. فقاطعه أمير ليفهم ما يقصده حسان ليسأله: طيب وانت هتكتب عليه عهد بإيه؟ أنا هكتب عليه عهد بإنه يرحل عن فاتن، عهد بإنه يرحل عن هنا وما يرجعش للفاتن ولا لغيرها. طيب وهتخليه يلمسه إزاي؟ بسيطة، العهد اللي هيتكتب هيكون على رجليها، هنستغل شهوته في لمس رجليها في انه يلمس العهد المكتوب عليهم، هنستغل عماه وقلة تركيزه وهيبقى عليه انه يرحل وإلا هيتعرق. ثم نظر حسان الى فاتن ليسألها: عندكم ورقة وقلم؟ فأومأت الفتاة برأسها ثم قامت مسرعة إلى الخارج لتعود ثانية وفي يدها ما طلبه منها حسان، أعطته إياهما فأخذهما حسان منها وكتب تلك الكلمات. أنهى حسان كتابة الكلمات ثم قام ليعطي الورقة للحاج عبد القادر وهو يقول له: الكلام ده تكتبه النهاردة على مشط رجلين بنتك وكعبها قبل ما تنام، وتروح فاتن تنام في اوضتها لوحدها، ومهما حصل ما تتحركش من سريرها ولا تقوم. فنظرت الفتاة إلى والدها في خوف، بينما أمسك والدها الورقة
لينظر على الكلام المكتوب بها في صمت لثوان، ثم أطبق الورقة ووضعها في جيبي قائلا: حاضر، على خيرة الله. خرج الثلاثة من بيت الرجل ليركبوا الهنطور عائدين إلى دوار العمدة، فقد أصر كامل أن يقضوا اليوم بأكمله في ضيافته بالدوار، فلم يمانع، وعاد معه إلى الدوار منتظرين ما سيحدث لاحقا في اليوم. انقضى اليوم وحل المساء، ذهبت الفتاة إلى غرفتها في وقت نومها والذي اعتادت عليه، أطفأت نور الغرفة وصعدت على سريرها وغطت نفسها بالملاءة لتنام، لكنها لم تكن تنوي ادعاء النوم، فهي بالفعل متعبة، فقد كانت لا تنام منذ أيام إلا لساعات قليلة، فغطت في نوم عميق لما يقارب النصف ساعة. حينها استيقظت الفتاة وهي تشعر بأن الملاءة قد تحركت من عليها قليلا، لم تفزع حينها أو تصرخ، بل ظلت ثابتة في مكانها لا تتحرك وعيناها مغمضتان، فانسحبت الملاءة في بطء من عليها حتى سقطت على الأرض كاشفة قدميها. كانت الفتاة مغمضة العينين لكنها تشعر بكل شيء، تشعر بوجوده، تشعر بهذا الكيان الخفي وهو يقترب منها، حتى شعرت بيده تتحرك على قدميها. لمسات شهوانية تتحسس قدميها أكثر فأكثر، فتلك المرة اختلفت عما سبقها، فقد اعتاد في كل مرة أن يسرق بضع لحظات منها وهو يتحسسها قبل أن تصرخ وتنهض لتهرب منه، لكن تلك المرة أعجب باستسلامها له، فقد تركته يفعل ما يريده بها لتقوده إلى ما تريده هي، فأخذ يسرح بلمساته على قدميها دون أن تتحرك، فكانت الدموع تنزل من عينيها على وجهها في صمت وهي نائمة فوق السرير، وقد اهتز جسدها قليلا من شدة حركة يديه المثارتين على قدميها، فما كان من ذلك إلا أن زاده لوعة، فظل يتحسسهما للأعلى وللأسفل في شهوة كما يشاء، حتى شعرت بأن لمسته لقدميها قد توقفت فجأة. لقد أدرك ما حدث فغضب حين علم بما فعلته به، غضب حين علم بضرورة رحيله للأبد، لكنه قرر قبل أن يرحل أن ينتقم منها، فقد كان يعتبرها كعشيقته الغامضة والتي يتسلل إليها ليلا لتطفئ ناره، شعر بأنها غدرت به لتبعده عنها إلى الأبد، فعليه الآن أن يرحل في ثوان معدودة وإلا احترق، فقرر أن تكون تلك الثواني جحيما لها. وجدت فاتن نفسها تسحب سريعا من قدميها لتسقط على الأرض بقوة، فتأوهت الفتاة من قوة السقطة لتقوم سريعا وتحاول الهرب، حاولت أن تصرخ لكن احتبس صوتها داخل حلقها من شدة الخوف، وقبل أن تصل إلى الباب حتى تهرب وجدت نفسها تسحب من شعرها بقوة إلى الخلف لترتطم بالحائط وتسقط على الأرض. صفعات سريعة دوت على وجهها، بدأت تشعر بالدوار من كثرة اللطمات وقوتها، أحست بأنها سوف تغيب عن الوعي في اللحظات القادمة، استجمعت آخر ما فيها من قوة لتصرخ بأعلى صوتها. فتح الحاج عبد القادر وولده الباب سريعا على صراخ ابنته ليجدها ملقاة على الأرض بجانب الحائط، ووجهها يتحرك يمينا ويسارا بقوة كأن أحدا يصفعها على وجهها، فجري الرجل سريعا وارتمى فوق ابنته ليحميها بجسده، أغمض عينيه خوفا وهو يحتضنها بقوة منتظرا أن يناله بطش ذلك الجن الغاضب، لكن مرت لحظات بعد ذلك في صمت وهدوء، ففتح والدها عينيه في توجس وهو ينظر حوله، فلم يجد
سوى ابنه عند الباب واقفا في مكانه ينظر إليه والصدمة على وجهه. لقد انتهى كل شيء، لقد رحل. جاءت الساعة 11 داخل دوار العمدة. كان الثلاثة يجلسون في غرفة الضيافة مع العمدة يتسامرون. كان حسان يخبرهم عن أطرف طلب طلب منه يوما، فقد كان يحكي لهم عن زوجة رجل أتت إليه لتطلب منه أن يراها زوجها قبيحة لكي يكف عن الاقتراب منها، فقد كان يلاقيها في اليوم 4 مرات على الأقل. ففعل حسان ما طلبته منه الزوجة، وبعد 3 أيام عادت إليه تبكي أن العمل الذي أعطاه لها بلا جدوى، فقد أصبح زوجها يلاقيها أكثر من قبل. وحين سألته عن السبب أوضح لها بأنه أصبح يراها الآن مثيرة أكثر من ذي قبل. وبينما كان الجميع يضحك على ما قاله حسان، أتى محروس من الخارج مسرعا ليقف أمامهم والسعادة على وجهه، فنظر إليه العمدة ليسأله: خير يا محروس؟ فأجابه محروس: أنا كنت واقف برا، لقيت عماد ابن الحاج عبد القادر جاي علي وبلغنا أقول لك إن كله تمام وإن الغمة انزاحت عنه. فابتسم الجميع وهم ينظرون إلى بعضهم البعض، ثم قال كامل لحسان مهنئا إياه: عفارم عليك يا حسان والله. فابتسم حسان له وهو يقول: الحمد لله، أدينا خلصنا من التاني، هانت. شوف لنا شربات يا محروس نشربه بقى، قالها كامل لمحروس وهو يبتسم في سعادة. فخرج محروس من الغرفة ليذهب ليعد لهم ما طلبه العمدة منه. فتكلم أمير موجها كلامه للجميع: احنا لسه يا جماعة برضو محتاجين نعرف ايه علاقة جناين باللي بيحصل للناس ده. ثم اكمل هو يضحك قائلا لهم: ساعدوني والنبي يا جماعة، التحقيق بيبوظ مني. هنا نظر العمدة إليه وقد بدر إلى ذهني تساؤل ما، فبادره بالسؤال قائلا: ألا أنت ما قلتليش يا أمير، أنت عرفت منين موضوع جناين ده؟ إزاي يعني عرفته وأنت في مكان بعيد في اسكندرية؟ مين اللي قالك عليه؟ نظر الجميع إلى أمير منتظرين إجابته، فبالفعل لم يكن أحد يعلم كيف عرف أمير بقصة جناين منذ البداية. نظر أمير إلى العمدة بعد هذا السؤال ليجده هو والآخرين ينظرون إليه والفضول يعتريهم لمعرفة الإجابة، فتكلم ليشرح للجميع ما يريدون فهمه قائلا: أنا حج كامل، شغلي بيتطلب مني المرواح والمجي كتير على الجرنال، وبقيت عارف كل أفراد الأمن اللي شغالين هناك صبح وليل. وفي يوم خرجت من الجرنال بالليل متأخر، قعدت مع راجل اسمه غنيم، كان شغال حارس أمن في الوردية الليلية وكان لسه جاي جديد. سلمت عليه وكنت همشي على طول، بس هو حلف عليا إني أشرب معاه كوباية شاي ساعتها، فوافقت وقعدت معاه شوية والكلام خدنا. حكيت له إني لسه صحفي بالقطعة وإن نفسي ألاقي تحقيق أو سابق صحفي يساعدني في مشوار المهني، فحكالي إنه كان عايش عندكم في القرية وإن في واحد صاحبه هو اللي جاب له الشغلانة دي، وحكالي عن قصة جناين وقال لي إنها هتبقى فرصة كويسة إني أجي هنا وقت التحقيق عنها، وإنها هتبقى فتحة خير عليا، واداني عنوان الحاجة زينب عشان أروح لها وأعرف منها الموضوع. ثم عاد أمير ليتابع ما يقول وهو ينظر للجميع في سعادة: وبالفعل جيت لهنا، وبتمنى بقى إن ربنا يكرمني
وارجع بسبق صحفي اقدمه للجنان. كان العمدة والد كامل ينظر الى امير طوال وقت حديثه وعلامات الاستفهام تملأ وجهه. وحين انتهى امير من كلامه عاد العمدة ليسأله مجددا: مين غنيم ده يا امير يا ابني؟ شكله ايه يعني؟ فهز امير كتفه قائلا: معرفش، شكله عادي يعني، راجل كبير في السن ومليان وقصير شوية وشعره ابيض. فسأله العمدة مرة اخرى: طيب ما تفتكرش اسمه غنيم ايه؟ فنظر امير امامه في شرود للحظات محاولا تذكر اسم الرجل، ثم عاد ليجيب قائلا: اظن كده كان اسمه غنيم العطار تقريبا يعني. فنظر العمدة الى امير في دهشة، بينما نهض كامل فجأة ليقف من مكانه وينظر لامير في ذهول وهو يحدثه قائلا: غنيم العطار، انت متأكد يا امير؟ ففتح امير فمه عاجزا عن الكلام وهو ينظر الى الجميع من حوله لا يدري ما الخطأ فيما قاله. فكرر كامل سؤاله لامير ثانية لكن بنبرة اعلى قائلا: قل لي يا امير، انت متأكد من الكلام ده؟ استنى بس يا كامل يا ابني، قالها العمدة وهو يشير بيده لابنه ليهدأ، ثم التفت برأسه ناحية باب الغرفة مناديا: يا محروس تعال بسرعة. فأتى محروس سريعا من الخارج ليقف أمام العمدة منتظرا أوامره. فحدثه العمدة قائلا: تاخد نعيم وتطلع جري على بيت أحمد غنيم، تجيب منه أي صورة لأبوه وتيجي جري بسرعة. فأومأ محروس برأسه له ثم انطلق خارج الغرفة. وفي إيه يا جماعة؟ ما حد يفهمني، قالها أمير وهو يلتفت بجسده إلى كامل. فعاد كامل للجلوس بينما كان ينظر أمامه وعلامات الذهول على وجهه وهو يحدثه في شروط قائلا: دلوقتي هنعرف يا أمير. ثم انقضى بعض الوقت والجميع صامتون. كان أمير يشعر وقتها بأنه فعل شيئا خاطئا لا يعرفه وينتظر عاقبته، حتى سمع الجميع باب الدوار يفتح ويغلق سريعا، ليلتفت العمدة إلى مدخل الغرفة فيجد محروس قادما من الخارج مهرولا في عجالة من أمره، وهو يحمل في يده صورة في إطار ذهبي قديم وأعطاها له. فأمسك العمدة بالصورة ونظر إليها للحظات، ثم عدلها ليظهرها لأمير ويسأله قائلا: هو ده الراجل اللي انت شفته يا أمير؟ تمعن أمير في الصورة والتي بداخل الإطار. كانت صورة قديمة متهالكة بالأبيض والأسود لرجل كبير في السن أشيب الشعر، يرتدي جلبابا أسود وعمامة بيضاء. فأجابه أمير باستغراب وهو يقول: أيوة هو. فنظر العمدة إلى كامل في صمت، بينما حدق كامل في وجه والده وقد اتسعت عيناه رعبا قائلا: طب ازاي بس ده حصل؟ هو في ايه يا كامل؟ ما تفهمني، قالها امير وهو ينظر لكامل في عصبية. فمد العمدة يده بهدوء ناحية محروس ليعطيها له مرة اخرى، ثم اعتدل لامير ليجيبه قائلا: غنيم العطار يا امير يا ابني مات من 4 سنين. فنظر امير الى العمدة في ذهول قائلا: مات ومن 4 سنين؟ ازاي؟ ده انا كنت لسه متكلم معاه.
ثم التفت أمير إلى كامل ممسكا بيده كأنه يرجوه أن يصدق كلامه ليقول: صدقني صدقني يا كامل، أنا كنت لسه شايفه من قريب. النساخ! فالتفت الجميع إلى حسان بعد أن قال تلك الكلمة وهو ينظر إلى الأرض في شروط، فحدثه كامل وهو لا يفهم ما يقول ليسأله: النساخ، قصدك إيه بالنساخ يا حسان؟ فرفع حسان عينيه من على الأرض لينظر إلى كامل وهو يجيبه: النساخ ده اسم عشيرة من الجن كانت مذكورة في كتاب الكهانة. العشيرة دي بتظهر على هيئة حد من الإنس، بتاخد شكل وهيئة حد مات من زمان واندفن، بس اللي مات ده لازم ما يكونش مات في سلام، لازم يكون حد نازع الموت وتعذب قبل مماته. نظر العمدة لحسان لثوان وكأنه يستوعب ما قاله لهم، ثم عاد موجها كلامه لأمير قائلا: من 4 سنين يا ابني غنيم العطار كان شغال في الأرض، وعلى الظهرية حب يغفل له شوية يرتاح فيهم ويرجع يكمل شغله. ساعتها كان في جرار راكن جنب الأرض، راح غنيم ينام عنده عشان يتضلل بدله وراح في النوم. بعدها بشوية جه صاحب الجرار وما كانش شايف غنيم وهو نايم الناحية التانية في الجرار، فطلع شغل الجرار واتحرك بيه. الجرار عد على غنيم قبل ما يلحق يقوم ودهسه تحتيه. ساعتها صاحب الجرار سمع صريخ غنيم من تحت الجرار، فنزل بسرعة لقى غرقان في دمه وبينازع الموت، وقبل ما يلحق يوديه على المستشفى كان مات. نظر أمير أمامه وهو مذهول مما سمعه، بينما التفت كامل لحسان سريعا وهو يسأله: طيب هو راح لأمير ليه؟ وليه قال له على جناين؟ معرفش، قالها حسان وهو يهز رأسه في حيرة، بينما نظر أمير إلى كامل وهو يحدثه ليسأله: طيب وهو عايز مني أنا إيه؟ السؤال ده مش هنعرف إجابته دلوقتي، إحنا داخلين على الفجر، ارجعوا ارتاحوا وناموا وبكرة نكمل كلامنا، قالها العمدة لأمير بنبرة هادئة، فقد كان يعلم في داخله أن ما قد سمعه لن يجد له إجابة الآن، فإجابته ستكون في يوم آخر. قام حسان وأمير من جلستهما. كان أمير يشعر بمرارة في داخله، فقد شعر أنه قد انغرز في قلب الأحداث، الأحداث والتي كان يريد متابعتها لا أن يكون جزءا منها. خرج حسان وتبعه أمير للخارج ليجد نعيم في انتظارهما ليوصلهما إلى بيوتهما. كانت تلك هي المرة الأولى والتي لم يوصلهما كامل فيها إلى الخارج، فقد ظل جالسا في مكانه منشغل البال تجول في خاطره تساؤلات كثيرة: لماذا تواصل الجن مع أمير؟ ما الذي يريده منه؟ ولماذا أتى به إلى هنا؟ والأهم من ذلك هو أنه قد بدأ يشكك في صدق كلام أمير وما يعرفه عنه. وحينها أفاقه صوت والده وهو يقول له: قوم يا كامل يا ابني وصلني القطي والصباح رباح. أخرجت الجملة التي قالها له من شروده:
ليلتفت كامل برأسه ناحية والده وهو يبتسم، ثم قام من جلسته ليستند عليه والده حتى أوصله إلى غرفته وانتظره حتى صعد إلى سريره، ثم خرج كامل عائدا إلى غرفته لكي يكتب مذكراته مثلما اعتاد كل يوم. حين انتهى كامل من كتابتها عاد إلى سريره محاولا أن يريح بدنه وعقله من تعب اليوم. حاول جاهدا مرارا وتكرارا أن ينام لكن دون جدوى، حتى استطاع أخيرا الذهاب في نوم عميق. بعد عدة ساعات استيقظ كامل من نومه على صوت عال لثغاء ماعز، ففتح عينيه لغافلتين لينظر إلى النافذة بجواره، فلم يجد سوى ضوء القمر يطل من بين ثنائياتها، فأدرك كامل أن الوقت لا يزال ليلا، فحاول النوم مجددا، لكن استرعى انتباهه سماع الصوت مرة أخرى، لكن تلك المرة أدرك أن الصوت قادم من داخل الدوار وليس من الخارج، فركز بسمعه ليجد صوتا آخر مصاحبا للثغاء، وهو صوت خطوات ثقيلة على الأرض تقتحم سكون الليل ويتصعد على السلالم الخشبية المؤدية إلى غرفته. كان صوت الماعز ملازما لصوت الخطوات والتي بدأت تقترب من غرفته أكثر فأكثر، فرفع كامل جسده للأعلى ليسند ظهره على ظهر سريره وهو يسترق السمع جيدا. ظلت الخطوات تقترب أكثر حتى وصلت عند باب غرفته وتوقفت. لحظات من الصمت المطبق تنقضي وكامل ينظر إلى الباب في خوف وترقب، لا يعرف من وراء الباب، وفجأة وجد أن مقبض الباب ينزل للأسفل في بطء ويفتح الباب كاشفا من خلفه. لاحظ كامل من خلال ضوء القمر البسيط والمنبهت بالغرفة دخول شخص ضخم الجثة، يرتدي جلبابا غامق اللون ويمسك في يده اليمنى شيء ما لم يستطع تبينه. ومع تقدم هذا الشخص للأمام حاول كامل التمعن في وجهه أكثر، ثم فتح فمه من الرعب ليحاول الصراخ، لكن احتبس صوته في حلقه من الخوف وهو يرى وجه الشخص والذي أمامه. كان وجه الشخص عبارة عن رأس لجدي قرونه كبيرة ومعقوفة للخلف، كان رأسه كبيرا بحجم رأس الإنسان، بينما كانت بقية جسده جسد رجل عادي يرتدي جلبابا. اقترب هذا المسخ من كامل ببطء وهو يصدر صوت ثغاء عال، ثم توقف أمام سريره وهو يحدق به. كان كامل فاتحا فمه عاجزا عن الكلام، بينما امتلأت عينيه بالدموع من شدة الذعر وهو يرى الجدي والذي يرتدي الجلباب واقفا أمامه. ثم فجأة أطاح الجدي بيده للأمام في الهواء ليقذف ما كان يمسكه في يده اليمنى منذ دخوله للغرفة، ليسقط على السرير بجوار كامل. إنها رأس والده العمدة. انهار كامل، أخذ يصرخ في هستيريا وهو يحدق بجانبه في وجه أبيها المقطوع ولسانه المتدلي من فمه وعينيه والتي اقتلعت ليسيل من مكانهما الدماء على السرير من جواره. هنا أمسك الجدي بيده جانب السرير ليدفع نفسه بقوة للأمام ليتخطى طرف السرير ويتجه سريعا وهو يحني رأسه للأسفل نحو كامل ليصدمه بقرونه، فوضع كامل يديه بسرعة أمام وجهه وهو يصرخ عاليا. قام كامل سريعا من نومه مفزوعا ووجهه يتصبب عرقا، أخذ يتلفز سريعا من حوله في الغرفة، وجد أن النهار قد أتي ولا يوجد أحد غيره في الغرفة، فابتلع ريقه مدركا أن كل ما مر به لم يكن أكثر من حلم أو بالأحرى كابوس.
فمسح كامل بيده العرق من على وجهي، نظر على يساره ناحية الكومود لينظر إلى المنبه القديم الموجود فوقه، ليجد أن الساعة قد جاوزت 12 ظهرا. فتعجب كامل كيف نام طوال تلك المدة، ولماذا لم يأتي له أمير حتى الآن على عكس ما اعتاد عليه منه. قام ليغير ملابسه سريعا، توجه ليخرج من باب الدوار للحديقة بخطى مسرعة، وهو يجاهد ليبقي عينيه مفتوحتين من أشعة الشمس حتى لمح أحد الغفر يقف أمام البوابة فناداه ليأتي إليه سريعا. وحين سأله عن مجيء أمير اليوم أجابه بأنه لم يأتي للدوار هذا الصباح. فنفخ كامل متأففا، أسرع الخطى لينادي على نعيم ليذهب إليه. ما لم يكن يعرفه كامل هو أن أمير قد خرج منذ الصباح الباكر، فقد استيقظ أمير على ضوء الشمس كالعادة في حدود الساعة 10 صباحا. قام بتغيير ملابسه ليخرج من البيت وهو لا يعرف إلى أين هو ذاهب. كان يشعر بالحزن الشديد، فقد وجد نفسه متورطا في شيء ليس له ذنب فيه، فكل ما كان يريده هو الوصول إلى الحقيقة، لكنه وجد نفسه جزءا منها، جزءا لا يعرف حله. مشى أمير لفترة طويلة على الطريق بجانب الأراضي الزراعية ليحاول صرف ذهنه عن التفكير. ظل يتأمل الناس وهي تعمل وسط العقول في هدوء، وفجأة وبعد مضي الكثير من الوقت وهو يمشي بلا هدف، وجد نفسه قرابة بضعة أمتار من أمام بيت جناين. لم يفهم ماذا حدث أو كيف جاء إلى هنا، فقد كان شارد الذهن تاركا قدميه تقودانه إلى حيث تريد، لكنه أدرك أن قدميه كانتا تقودانه لها دون أن يدري. ظل يحدق في بيتها في صمت للحظات بل لدقائق دون أن يشعر بمضي الوقت، حتى وجد باب البيت يفتح بهدوء لتخرج منه جناين وهي ممسكة بشلتة وتغلق الباب من ورائها لتبدأ بالتحرك، لكنها توقفت حين لمحت أمير يقف على بعد بضعة أمتار منها، فنظرت إليه لثوان متعجبة من رؤيته عند بيتها، ثم تحركت نحوه لتعرف سبب مجيئه لها. وبمجرد أن وصلت إليه حتى كادت أن تتحدث لتعرف ماذا يريد، لكنه بادرها بالكلام وهو يبتسم لها ويقول: صباح الخير يا جناين. فأطبقت جناين فمها لثوان ثم ردت عليه مبتسمة: صباح النور يا أستاذ أمير، إيه اللي مصحيك بدري كده؟ فرفع أمير يده اليسرى لينظر في ساعته ثم رد عليها ضاحكا: بدري؟ بدري إزاي بس؟ ده الساعة 11:30. فردت عليه في هدوء: أصل أنا بسمع إن أهل البندر بيناموا متأخر وبيصحوا متأخر. فضحك أمير من سذاجة ما قالته له فمزح قائلا: ده على أساس إننا ما بنشتغلش يعني؟ لا يا جناي، إحنا زينا زيكم، بس الفرق إننا بنصحى بدري عشان مضطرين، لكن لو علينا احنا عايزين نكمل نوم للظهر. انت جاي هنا ليه يا استاذ امير؟ محتاج مني حاجة؟ تصمر امير من حدية كلام جناين المفاجئ له، لكنه اجابها بهدوء: ابدا ابدا مفيش، انا كنت بتمشى في البلد مش عارف انا رايح فين، لقيت رجلي جابتني لحد هنا. فنظرت إليه جناين في ريبة، يبدو أن ظهوره المفاجئ أمام بيتها قد أثار الشك بداخلها، وهذا هو ما أحس به أمير من ملامح وجهها. فشعر بالحرج، حاول تغيير الموضوع، فنظر سريعا إلى الشلتة والتي كانت تمسكها
فوجد بها بضع بيضات وقطعة جبن، فمازحها قائلا: ايه ده يا جناي، انت بتفطري الصبح بكل ده؟ توقع امير من رد فعلها السابق على ما قال ان تعتبر جملته الاخيرة مزاحا سخيفا او استهزاء بها، لكن تلك المرة خاب توقعه، فقد وجد في وجه جناي ابتسامة صغيرة تحولت بعدها الى ضحك حاولت ان تخبئه، فنظرت نحو الارض في حياء ثم عادت تبتسم مرة اخرى قائلة: لا يا استاذ امير، ده مش فطاري، ده انا بروح السوق ابيعهم واسترزق منه. فسألها امير مستفهما: انا كنت عرفت من كامل انك برضو شغالة في جمع المحصول من الارض، صح؟ لا خلاص، انا من ساعة اللي حصل لأهل البلد ومحدش بقى عايز يقرب ناحيتي. آخر مرة رحت على الأرض اشتغل، البنات اللي معانا لما عرفوا اللي حصل اللي فات يعني بقوا خايفين مني ومرضوش يشتغلوا في الأرض وأنا موجود، فسبت الشغل وبقيت ببيع البيض والجبنة في السوق. ثم نظر الجناين للأسفل نحو الشلتة والتي تمسكها بيدها مكملة كلامها: وياريت حد بيشتري مني حاجة. تنهدت جناين بعد تلك الجملة، فنظر إليها أمير قائلا: طب وإيه رأيك إني هشتري كل اللي معاك ده؟ فنظرت إليه جناين في سعادة، كادت أن تتكلم لولا أن قاطعها سريعا قائلا: أصل أنا كنت عازم كامل على الفطار وكنت بدور هناكل إيه، وهي فرصة كويسة إنك ما كنتيش بعت الحاجة اللي معاك لسه. فصمتت جناين وهي تبتسم لا تدري ما تقول، فما قاله لها أمير قد وفر عليها تعب يوم طويل شاق في السوق لا يسفر عنه شيئا، وإن أسفر فبالكاد سيكفيها هي ووالدتها حتى الغد، لكنها شعرت أن ما يفعله أمير معها الآن هو نوع من أنواع الشفقة عليها، فبدأ على وجهها الغضب لولا أن شعر أمير بما يقول في خاطرها، فصار ليكمل كلامه: أنا فعلا حابب أجرب البيض والجبنة مع العسل والفطير اللي بيعمله محروس في الدوار. ثم أخرج محفظته سريعا مكملا كلامه: بس اوعي تحاسبيني بزيادة يا جناين، عشان يعني أنا هفاصل، فقوليلي أقل سعر عشان ما روحش لحد تاني. ساهمت حكمة أمير في الكلام وسرعة رد فعله في تلاشي الشعور والذي بدأ يساورها بأنه يشفق عليها، فابتسمت له قائلة: خلاص يا أستاذ أمير اللي تجيبه. فأخرج أمير المال من محفظته، عد جزءا منه وأعطاه لها قائلا: أنا هحاسبك بالسعر اللي بدفعه عندنا ومش هدفع أغلى من كده. فأعطت جناين الشلتة سريعا لأمير من شدة سعادتها، فأمسكها أمير منها ثم وضعت يدها في جيب جلبابها لتخرج كيسا بلاستيكيا وتضع فيها البيض والجبنة، بينما كان أمير ممسكا لها الشلتة وهو يبتسم، فقد كان يشعر بالسعادة لأنه استطاع رسم ابتسامة على وجه فتاة قلما عرفت معنى السعادة. أعطت جناين الكيس لأمير فأخذه منها ثم أعاد لها الشلتة، فأخذتها سريعا وهي تكاد تقفز من على الأرض فرحا، ثم قالت له: عن إذنك بقى يا أستاذ أمير هروح أقعد مع أم زينب شوية، فوتك بعافية. فأومأ أمير راسه لها وهو يبتسم قائلا: اتفضلي اتفضلي يا جناين. تابعت جناين السيرة في الطريق بينما ظل أمير يراقبها وهي تمشي حتى اختفت بعيدا، ثم عاد ليكمل سيره في القرية. مر وقت طويل وهو يمشي حتى استقر أمام ترعة صغيرة
تروى بماءها أرض مزروعة حديثا لم تطرح زرعا، وبجانبها بهيمة صغيرة تلف بهدوء في ساقيتها. كان أمير ينظر إلى الأرض والتي تدفقت المياه لتمر من جوانبها، هو يشعر بهدوء وسلام نفسي شديد. كان يتأمل المنظر من أمامه كأنه أمام لوحة فنية تبعث على الهدوء والاسترخاء. فجلس على الأرض وفتح الكيس ليتناول بعض الجبن منه. مرت ساعات عدة وهو جالس على الأرض، فكان في أوقات يغمض عينيه ويملأ صدره بالهواء ثم يطلقه مرة أخرى محاولة الاسترخاء وهو يتأمل في المكان من حوله. وفي أوقات أخرى كان يتأمل البهيمة الدائرة في الساقية في هدوء ودون مبالاة، وحينها ابتسم داخل نفسه من سخرية القدر، فقد تمنى نصف راحة بال وهدوء واللذين تنعم بهما البهيمة وهي تدور في ساقيتها لا يشغل بالها شيئا أو تحمل هما. أنت فين يا ابن الصبح؟ أفقته تلك الجملة من شروده لينظر خلفه فيجد كامل قادما إليهم بعيد، فعاد نظره إلى الأمام ولم يرد على سؤاله، فتوجه كامل نحوه ليقف بجواره، فوجده ينظر إلى الأمام مشيحا بنظره عنه، فبادره كامل بالكلام قائلا: أنت عارف أني بدور عليك بقالي ساعات لحد ما رجلي ورمت. فرد عليه أمير باستهزاء وهو لا زال ناظرا أمامه ليسأله: أمال فين عين؟ فأجابه كامل: أنا رحت لك على البيت وما لقيتكش، دورت عليك مع نعيم في كل طرق البلد، بس بعد كده قلت له يروح بالحنطور وأنا هروح أدور عليك جوا البلد لحد ما لقيك. استمع أمير إلى رد كامل عليه بينما كان لا يزال ينظر أمامه دون أن يلتفت إليه، فجلس كامل بجواره على الأرض وحدثه بينما كان ينظر هو الآخر أمامه قائلا: ما تزعلش مني يا أمير، أنا ما كانش قصدي أني أشك فيك، ربنا وحده اللي يعلم معزتك عندي قد إيه. أنا فعلا ما بقيتش بعتبرك شخص غريب، أنا بعتبرك صاحبي. فرد عليه أمير يقول: وإنت برضو يا كامل معزتك عندي غالية أوي. حينها التفت كامل بوجهه إليه ليحدثه مبتسما: يبقى حقك عليا بقى وما تزعلش مني. خلاص مش زعلان ولا حاجة. ليقوم كامل من جلسته سريعا ويفرد يده أمام أمير ليساعده على النهوض قائلا: يبقى يلا بينا نلحق نروح للشيخ رزق. أمسك أمير يد كامل ونهض من جلسته وبدأ في تنظيف بنطاره من التراب وهو يقول: هو حسن مش جاي معانا ولا إيه؟ فأجابه كامل هو ينظر للأسفل نحو بنطاله وينفض التراب عنه هو الآخر: أنا قابلت الشيخ رزق وأنا بدور عليك وقلت له إن هجيله معاك أنت وحسان، لكن هو رفض مجي حسان معانا، فكده هنروح له أنا وإنت بس. ثم أشار بيده لأمير في اتجاه بيت الشيخ رزق قائلا: البيت مش بعيد من هنا، تعالى نتمشاها. وتحرك الاثنان نحو طريق البيت حتى وصل إليه، طرق كامل الباب فسمع من الداخل صوت أقدام تقترب من الداخل، ليفتح الشيخ رزق لهم الباب بابتسامة ترحيب قائلا لهما: أهلا أهلا يا أستاذ كامل، اتفضلوا. دخل الاثنان إلى الداخل ليشير لهم الرجل بيده ليتبعاه، فعبر بهما طرقة بيته وهو يتقدمهما ليوصلهما إلى غرفة نومه. وبمجرد دخولهما إليها وجد قطة سوداء اللون
تجلس على أريكة موضوعة أمام السرير، وما إن رأتهما حتى انتفضت من مكانها. وقف شعر جسدها، أخذت تعوي ناحيتهما في غضب شديد، فتسمر في مكانهما دون أن يتحرك خطوة للأمام. حينها صارع الشيخ رزق بحمل القطة من على الأريكة ليضعها فوق سريره، بينما ظلت تنظر لهما وهي تمو في غضب. فتحرك الاثنان للداخل ليجلسا على الأريكة، وهما ينظران نحوها في صمت لا يفهمان سبب تصرفها هذا. جلس الشيخ رزق على السرير، أخذ يربت على رأس قطته في حنان لتهدأ، فتوقفت القطة عن موائها، بدأت تقرقر، فابتسم الرجل وهو ينظر نحوهما قائلا: ما تأخذوش صباح يا جماعة، هي بس مش متعودة تشوف حد غريب في البيت. لا لا ولا يهمك يا شيخ رزق، قالها كامل وهو ينظر بتوتر نحو القطة، والتي أغمضت عينيها في سعادة مستمتعة بتربية صاحبها على رأسها. لم يكن تركيز أمير منصبا ناحية ما فعلته القطة عند قدومهما، بل كل ما كان يشغل باله هو فضوله في معرفة لماذا اصطحبهما الشيخ رزق إلى غرفة نومه ليجلسا معه بدلا من أن يجلسهم في صالة البيت والموجودة بالخارج. أو بمعنى أصح، ما المميز في غرفة نومه ليقرر استقبال ضيوفه بها؟ أخذ أمير في تفحص المكان من حوله بدقة. كانت غرفة نوم الرجل تحتوي على سرير ناحية الركن الأيمن للغرفة بجوار المدخل، وبجانبها الأريكة والتي كان يجلسان عليها، بينما كان هناك دولابا كبيرا في الركن الأيمن من مدخل الغرفة مواجها له، وأبوابه مغطاة بمرآة كبيرة تستطيع رؤية الطرقة بوضوح في انعكاسها. أفاق أمير من تأمله للمكان على صوت كامل وقد تحدث مع الرجل قائلا: احنا جايين يا حاج رزق وعايزينك تحكي لنا على اللي حصل معاك بالتفصيل من اول ما مشيت انا وانت من بيت جناين. ثم بدأ الرجل حديثه بعد ان توقف عن مداعبة قطته والتي كانت جالسة في جواره في هدوء قائلا: انا لما خرجت معاك من بيتها وكل واحد راح في طريقه، رجعت البيت وانا مهموم، كنت فاكر ان النهاردة هو اليوم اللي هنفتحها فيه عن جوازي منها. ثم عاد الشيخ رزق ليكمل كلامه مبتسما وهو ينظر ناحية قطته قائلا: فرجعت البيت يومها لأنيسة وحدتي صباح، واليوم مر من غير ما حاجة تحصل. ثم رفع الشيخ رزق يده ليشير ناحية مرآة الدولاب: الموضوع ابتدى لما دخلت عشان انام، بعد شوية صحيت على صوت صباح وهي بتعوي جامد، فطبطبت عليها ورجعت عشان انام، لكن ساعتها عيني جات في المراية فلقيت في انعكاسها حد واقف في الطرقة وملامحه مش باينة، قمت فتحت الدولاب بسرعة اطلع الشومة وطلعت اجري ادور في الشقة عليه، لكن ما لقيتش حد. قفلت الباب كويس واكدت على الشبابيك ودخلت انام. يومها صباح ما بطلتش عواء وما كنتش عارف انام منها، لكن صحيت وسط الليل وانا حاسس ان عطشان، فقمت من على السرير، كان جنبي إزازة كانت موجودة في الأوضة من يومين، كان موجود فيها شوية مية معكرة، فقلت أقوم عشان أروح المطبخ وأفضي الحبة اللي فيها وأملاها مية جديدة. وقفت عند الحوض عشان أفضي المية اللي من الإزازة، لقيت جواها برص ميت، فرمتها وقلت
أمد إيدي أشرم الحنفية على طول. أول ما فتحت الحنفية لقيتها طفحت دود ميت في قلب الحوض. فهز أمير كتفه في لا مبالاة ليقول له: ما يمكن مواسير المية عندك محتاجة تتنظف. فارتسمت ابتسامة سخرية على وجه الرجل وهو يجيبه قائلا: ما هو ده اللي جه في بالي ساعتها. المهم رجعت على سريري ودخلت نمت. صحيت زي ما انا متعود قبل الفجر عشان اقوم اتوضى واقرا قران. فقمت عشان اخش الحمام. اول ما ابتديت افتح باب الحمام لمحت جواه واحد واقف عند الحوض موطي وبيشرب من الحنفية. ففتحت النور بسرعة عشان اشوفه بس ما لقيتهوش. ساعتها عرفت ان في حد ساكن البيت معايا. فتوضيت وقعدت اقرا قران ودعيت بان ربنا يصرفه عني في الحال. ثم تنهد الرجل قائلا: لكن بعدها بيوم ظهر لي تاني. كنت بلبس جلابيتي علشان اخرج اصلي العشاء. لقيت صباح جات وقفت جنبي وفضلت تعوي جامد وهي بصة ناحية الطرق. ما خدتش في بالي، لكن وانا بكمل لبسي قدام المراية لقيت في انعكاس المراية من ورايا حد خرج من الحمام اللي في الطرق. بص عليا بسرعة ورجع تاني. جسمه كان اسود ما كانش باين له ملامح. ثم مال الشيخ رزق بجسده للأمام ناحيتهما وهو ينظر إليهما بجدية مؤكدا على ما قاله: حد لونه اسود كأنه متفحم خرج بنص جسمه يبص عليا ورجع جوه بسرعة. ساعتها عقلي وجسمي اتشلوا من الخوف. فشلت صباح وطلعت اجري بيها بره البيت. رحت بيها للجامع علشان الحق الصلاة. الناس هناك كانت مستغربة اني خدت قطة معايا الجامع، بس ما حدش كان حاسس باللي انا فيه. انا كنت بصلي وانا مرعوب. قعدت ادعي ربنا انه يفك كربي. فضلت في الجامع شوية لحد ما الجامع كان هيقفل ببانه. خرجت بصباح ورجعت تاني على البيت. دخلت من الباب وجريت على قطي ونمت. ساعتها نمت على طول. وبعدها بساعتين صحيت على صوت صباح وهي قاعدة جنبي على السرير وعمالة تعوي وتبخ. فقمت بسرعة علشان أشوف مالها. لقيت واحد قاعد على الكنبة قصادي وباصص ناحيتي. أنا ما كنتش شايف ملامحه ساعتها في الضلمة، بس جسمه كان كله أسود زي ما يكون إنسان محروق ومتفحم. قمت مفزوع فضلت باصص عليه لكنه فضل قاعد وما تحركش من مكانه. صرخت فيه وانا مرعوب. سألته: انت مين؟ قال لي انه ضيف وجاي يقعد عندي شوية. ما فهمتش حاجة من كلامه. سألته: انت انس ولا جن؟ رد علي تاني بنفس الكلمة، قال لي انه ضيف. طلبت منه اني اقوم افتح النور عشان اشوفه واعرف اتكلم معاه، لكنه جاوبني بإني لو فتحت النور مش هستحمل إن أشوفه. ساعتها خفت وفضلت ساكت ما بتكلمش. قال لي إنه جاي يسكن عندي هنا الفترة كضيف لحد ما يخلص اللي جاي عشانه، بس كان عايز مني طلب. قال لي إنه عايز إني أبعد عن جناين وأصرف نظر عن جوازي منها. قال لي إني لو نفذت طلبه مش هيأذيني ومش هحس حتى بوجوده معايا. هددني بإن هو ممكن يحرمني
من إني أشرب زي ما حصل معايا اليوم اللي فات، وممكن كمان يحرمني من إني أشوف الأكل أو حتى أعرف أدوقه لحد ما أموت، إما من العطش أو من الجوع. خفت ووافقت على طول، قلت له إن طول وقت ضيافته عندي هنا هسيب له البيت كله يتحرك فيه زي ما يحب ووقت ما يهوز، بس يسيب لي الأوضة دي والحمام أبقى أخشه وقت محتاج، بس ما يظهر ليش تاني. وهو وافق. ثم صمت للحظة الرجل قبل أن يكمل. ومن ساعتها وأنا ما بقعدش غير في أوضتي وما شفتوش تاني. ثم عاد ليكمل صمته مجددا، بدأ يربط على قطته في حنان. أدرك أمير المغزى من اصطحاب الشيخ رزق لهما للجلوس في هذه الغرفة بالتحديد. يبدو أنه يخشى أن يحدث له مكروه إذا أخلف اتفاقه مع هذا الجن. نظر كامل إلى الشيخ رزق ليتوجه بالحديث إليه متعجبا من رفضه لقدوم حسان معهم، قائلا: طيب أنت ليه يا شيخ رزق رفضت أني أجي ومعايا حسان؟ أنا متأكد إنه يقدر يخلي الجن ده يرحل عن بيتك. لا، قالها الشيخ رزق لكامل في غضب وهو مقطب الحاجبين، ليكمل قائلا: أنا مش هدخل بيتي بلطجي أبدا. فتكلم أمير سريعا محاولا إقناعه بمجيء حسان قائلا: بس ده مش بلطجي، ده. فقاطعه الشيخ رزق سريعا مبررا وجهة نظره ليقول: هو مش دجال، والناس بتروح للدجالين ليه؟ مش علشان يحموهم من أذى حد أو عشان يؤذوا حد، زيهم زي البلطجية بالظبط. وأنا ماليش علاقة بالناس دي طول عمري، ولا عايز يبقى لي علاقة. أنا صابر على اللي أنا فيه لحد ما يتصلح الحال، وتوكلي على الله وحده. وهنا وبعد انتهائه من حديثه وقفت القطة الجالسة بجواره من مكانها فجأة، وكأن شيئا ما قد استرعى انتباهها، فالتفتت ناحية باب الغرفة ثم نزلت سريعا من السرير لتقف أمام مدخل الغرفة، وبدأت في العواء وهي تحدق إلى الطرقة أمامها المؤدية للغرفة. نظر الشيخ رزق إلى قطته وهي تحدق بغضب نحو شيء لا يراه هو، لكنها تراه بالطرقة، فبدأ على وجهه الخوف الشديد، فقام من مكانه لينظر لضيفيه وهو مضطرب قائلا: معلش يا جماعة اعذروني، أنا لازم أقوم أتوضى علشان ألحق أصلي العشاء في المسجد. كان كامل وأمير حينها ينظران بتوتر نحو القطة والتي لا زالت تحدق نحو الطرقة في الهواء وهي تعوي، فنظر أمير إلى كامل في خوف ثم نهض ليتبعه كامل قائلا: خلاص يا شيخ رزق، وإحنا برضو مضطرين نمشي عشان ورانا مشوار مهم ولازم نقضيه. فابتسم الشيخ رزق لهما ثم هم بالخروج من الغرفة وهو يزيح بيده جانبا قطته من مدخل الغرفة، ليتبعه الاثنان سريعا إلى الخارج ليغادر الجميع البيت. وخرج الثلاثة من البيت، سلم عليهم الرجل وذهب في اتجاه المسجد، بينما مشي الآخران بخطى هادئة بعيدا عن البيت حتى ابتعد عنه قليلا. فخاطب أمير كامل ليسأله: أو احنا هنروح فين دلوقتي يا كامل؟ هنروح لحسان البيت احكي له على اللي سمعناه ونشوف رأيه ايه. طيب احنا مش هنروح للدوار ناخد الحنطور؟ فصمت كامل لثوان وهو يفكر، ثم عاد ليجيبه قائلا: احنا عقبال ما نرجع للدوار نجيب الحنطور
ونروح بعدها الحسان، هنكون خدنا وقت طويل. تعال نكمل تمشية البيت وخلاص. وافق أمير على ما قاله كامل، صار نحو بيت حسان. كان الطريق المؤدي إلى بيته مخبضا للعين والقلب، فقد كان طريقا موحشا مظلما يحيطه الصمت من كل مكان، ذا أرض وعرة يصعب السير عليها، ويقع على جانبه الأيمن ترعة صغيرة، بينما توجد على يساره أرض زراعية تمتد حشائشها للأعلى نحو السماء. ظل يمشيان في هوان من صعوبة ووعورة الطريق، وأثناء سيرهم نظر أمير إلى السماء وهو يتساءل قائلا: الليل حل علينا يا كامل، بس أنت مش واخد بالك من حاجة. أنا من ساعة ما جيت عندكم وأنا ما بشوفش القمر، على طول السماء مغيمة ومش ظاهر للقمر أي أثر، كأنه مش موجود. فنظر كامل والآخر للأعلى ليرى السماء كصفحة سوداء ليس للقمر مكانا بها، ليجيبه قائلا: تصدق معاك حق، أنا فعلا ما خدتش بالي من الموضوع ده قبل كده. ثم التفت كامل وأمير فجأة لصوت الحشائش الزراعية والتي على يسارهم وهي تتحرك بجانبهم، وكأن شيئا يتحرك بداخلها. فنظر لبعضهما في صمت وأكمل طريقهما غير مباليين. لم تمر ثوان أخرى حتى سمع صوت الحشائش وهي تتحرك مجددا، فنظر أمير إلى كامل بقلق. حاول كامل التخفيف من توتر أمير قائلا: خلاص احنا قربنا اهوت ان احنا نوصل، يلا يلا بينا نمد شوية. وأسرع الاثنان في خطاهما، لكنهما لازال يسمعان صوت حركة الحشائش، فشعر بأن هناك شيء ما يتبعهما بداخلها، فنظر بتوتر للجانب نحو الحشائش وهما يمدان الخطى، لكنهما لم يستطع رؤية من يتبعهما، فأسرع في خطاهما مجددا أكثر فأكثر حتى تحولت من خطى إلى ركض، حتى لمح الاثنان بيت حسان يلوح في الأفق من أمامهما، فأخذ يركضان سريعا دون أن ينظر خلفهما، وهما يسمعان صوت حركة الحشائش ومن يجري وراءهما بداخلها. استمر في الركض فسمع صوت شيء يخرج من الحشائش ويتبعه صوت قوي لحوافر تركض على الأرض سريعا من خلفهما. اقترب صوت الحوافر منهما أكثر فأكثر، لم يستطع كامل أن يمنع نفسه من النظر خلفه ليرى ما يطاردهما. بمجرد أن التفت خلفه حتى وجد نطحة قوية تصدمه في جانبه لتطيح به ويقع على وجهه بقوة على الأرض. توقف أمير سريعا عن الركض لينظر خلفه ناحية كامل ليراه ملقى على الأرض يتأوه من الألم، بينما كان من تسبب في ذلك واقف في مكانه بجانب كامل بخطوات قليلة. إنه الجدية والذي رأوه منذ قبل عند جناين. كان الجدية يقف على مقربة من جسد كامل الملقى على الأرض ينظر إليه في صمت دون أن يتحرك. فاعتدل كامل بجسده وهو يتأوه من الألم ووجهه متسخ، بينما سالت الدماء من فمه وأنفه لينظر خلفه في خوف. أخذ الجدي يقترب منه بخطى هادئة فصاح كامل بأعلى صوته في خوف: أمير! كان كامل ينادي على أمير ليأتي لنجدته، لكن أمير كان متسمرا في مكانه كالصنم، لم يستطع أن يحرك قدمه أو أن يخطو خطوة أخرى نحو كامل لينجده، بل ظل ينظر نحو كامل ونحو الجدي والذي بدأ يقترب منه وهو يرتعد من الخوف. اقترب الجدي من كامل ببطء حتى وصل إليه وحدق بعينيه البارزتين في أعين كامل والتي كانت تضج بالخوف. كامل،
اتسعت عين كامل من الذعر وهو يسمع تلك الكلمات تخرج من الجدية. ظل فاتحا فمه عاجزا عن الكلام، فبدأ الجدية في الرجوع لوراء لخطوات قليلة وهو يقول: أنت لازم تموت. ثم بدأ الجدية في خبط حوافره في الأرض، مال بقرونه للأسفل استعدادا ليصطدم برأس كامل حتى يهشمها. أدرك كامل ما كان ينوي أن يفعله الجدية الملبوس من أمامه، لكنه لم يستطع الحراك، فظل ناظرا إليه في ذعر ثم أغمض عينيه منتظرا نهايته. اندفع الجدية بكل ما أوتي من قوة نحو الأمام استعدادا لنضحة أخيرة قوية تنهي حياة كامل وتقتله، لكن حينها طارت في الهواء طوبة أتت من خلف أمير لتصطدم بوجه الجدية بقوة وتسقطه أرضا قبل أن يتمكن من نضحة كامل في وجهه بخطوات قليلة. فالتفت كامل خلفه سريعا ليجد حسان واقفا خلف أمير وهو ينحني نحو الأرض ليلتقط طوبة أخرى، ثم بدأ يمشي نحوه. نهض الجدية مترنحا والدماء تسيل من وجهه بشدة، وهو ينظر إلى حسان والذي كان واقفا بجانب كامل والملقى على الأرض، فأرجع حسان يده الممسكة بالطوبة إلى الخلف استعدادا لرميها في وجه الجدية مرة أخرى. هو يقول له في تهديد: ارحل ارحل من هنا. تراجع الجدية للخلف قليلا وهو لا زال يترنح محاولا الوقوف باتزان، ليقول له: انت فاكر اني مش هعرف اذيه؟ موت الجدي ده مش هيمنعني من ان اقتله. وفجأة باغت الجدي حسان وجري الامام بسرعة وهو يترنح محاولا الوصول لرأس كامل، لكن اتت ضربة حسان تلك المرة اقوى من قبلها لتطيح بوجه الجدي ويسقط على الأرض مجددا بجوار كامل، والذي ارتعد جسده لحظة سقوط الجدي على الأرض بجواره. كان الجدي ينزف بشدة من وجهه، لكنه حاول التحرك بصعوبة للنهوض مرة أخرى، فتحرك حسان بهدوء نحو الجدي ليصل عند رأسه، ثم رفع قدمه اليمنى عاليا لينزل بها على رأسه بقوة، فأخذ جسد الجدية في التوقف عن الحركة وبدأ أنه يلفظ أنفاسه الأخيرة. ثم عاد حسان ليرفع قدمه للأعلى مجددا لينزل بكل ما أوتي من قوة بقدمه على رأس الجدية ليهشمها، فسالت الدماء بغزارة من رأس الجدية المهشمة ملأت الأرض بجانب كامل، والذي أغمض عينه من هول منظر جثة الجدية الغارقة في الدماء. انحنى حسان للأسفل ليساعد كامل على النهوض، أوقفه على قدميه بينما كان كامل يشيح بوجهه عن الجدي الملقى على الأرض. التفت خلفه لينظر نحو أمير ليجده متسمرا في مكانه فاتحا فمه ينظر بخوف نحو جثة الجدي الهامدة. مشي كامل ببطء مستندا على حسان حتى وصل لأمير، فنظر أمير إليه لا يدري ما يقوله، فمد كامل يده ليربط على كتف أمير ويهدئه، ثم تحرك هو وحسان على الطريق اتجاه بيت حسان. لم تمر لحظات حتى أفاق أمير من صدمته ليتبعهما سريعا. فتح حسان باب بيته وأدخل كامل وهو يتكئ عليه حتى وصل إلى غرفة الضيافة ليساعده على الجلوس على الأريكة، فجلس كامل ببطء وهو يتأوه من الألم، ثم سمع صوت باب البيت يقفل ليرى أمير قادما إليهما، فنظر حسان نحوه وهو يتقدم حتى جلس على الأريكة الأخرى أمام كامل ووجهه يملأه الخزي ناظرا نحو الأرض في صمت. التفت حسان برأسه لكامل وهو يربط على كتفه بخفة قائلا:
انا اخش اجيب لك فوطة تمسح بيها وشك. ثم تحرك حسان للخارج، بينما حاول كامل الاعتدال في جلسته ببطء وهو يجز على أسنانه من شدة الألم في جسده. هنا رفع أمير رأسه لينظر نحوه بينما كان يفتح فمه ليبدأ الكلام، محاولا تبرير الموقف والذي حدث في الخارج وعدم استطاعته أن يهب لمساعدة كامل، إلا أنه لم يكن يدري ماذا يقول له، لكنه استجمع شتات نفسه ليقول: كامل، أنا أسف. فابتسم كامل له وهو يتأوه من الألم: ما تتأسفش يا أمير على حاجة، أنا ما أقدر الخوف اللي أنت كنت فيه، أنا نفسي ما كنتش عارف أتحرك أو أقوم أجري من الخوف. ما تقلقش أنا مش زعلان. فابتسم أمير حينها وقد أراحه ما قاله كامل له. ثم أتى حسان من الخارج وهو يمسك بيديه طبق غويط به ماء، بينما وضع على قصبة يده اليمنى فوطة صغيرة، فوضع الطبق على الطاولة أمام كامل ثم أعطاها الفوطة، فأمسكها كامل بيده ليضعها في الماء ويمسح وجهه بهدوء متأوها من الألم وهو يمسح الدماء المتقرحة من على فمه. بينما جلس حسان بجانبه على الأريكة وهو ينظر إليه، بمجرد أن انتهى من تنظيف وجهه حتى وضع الفوطة على الطاولة وربط بيده على ركبة حسان ليبتسم قائلا: تسلم يا حسان. فابتسم حسان له قائلا: ولا يهمك، احكولي على اللي حصل وليه جن البهم كان بيطاردكم. فنظر الاثنان الى حسان في خوف من سماع اسم ذلك الجن، فاعتدل كامل في جلسته بينما سأله امير بنبرة متوترة: من جن البهم ده يا حسان؟ فارجع حسان ظهره للخلف ثم تنهد قائلا: البهم دول عشيرة من الجن من اللي اتذكروا في كتاب الكهانة، العشيرة دي بتلبس الحيوانات والبهايم وبتتملكهم، ولو مات الحيوان الملبوس بيقدر الجن يتنقل لجسم حيوان تاني ويكمل وجوده هنا مرة تانية من خلاله. فنظر كامل لحسان ليسأله في قلق: طيب وازاي هنخلص منه؟ تنهد حسان مجددا وعلى وجهه علامات الحيرة ليجيبه: للأسف طقوس طرد جن البهم مش سهلة، طرد جن البهم بيتطلب اننا نمسك الحيوان الملبوس ونقتله، وبموته بيخرج الجن من جسمه وهو ضعيف عشان يحاول يتملك جسم حيوان تاني ويلبسه، وساعتها بيكون محاوطه دايرة مرسومة حواليه مكتوب جواها طلاسم بتأيده وبتحجزه جواها وتمنعه من الخروج منها، وبقراية الكلام اللي مكتوب في الكتاب عليه بيجبره على الرحيل فورا وبينتهي وجوده هنا تاني. لكن دلوقتي الموضوع بقى صعب جدا، وخصوصا ان الجن عرف انه انكشف، فمش هيدينا فرصة اننا نمسكه. ثم اقترب حسان بجسده ناحية كامل والفضول يملأ وجهه ليسأله قائلا: بس هو ليه عايز يقتلك يا كامل؟ انت ظهر لك الجدي ده قبل كده، شفته قبل كده يعني؟ فأومأ كامل برأسه موافقا، حكى له عن زيارته هو وأمير إلى جناي من قبل ورؤيته للجدي هناك ومعرفته بأنه ملبوس. فقام حسان من مكانه وهو يصيح في غضب: وانت ازاي
ما حكيتليش اللي حصل ده قبل كده. فتوتر كامل من قيام حسان المفاجئ وغضبه منه، فحاول تجميع أفكاره ليجيبه. احنا ساعتها كنا مشغولين بالجن اللي ساكن في ظلي، وبعدها ابتدينا نشوف الجن اللي صايب فاتن. فتكلم أمير سريعا ليكمل ما قاله كامل مدافعا عنه قائلا: يا حسان، كامل انشغل باللي بيحصل ساعتها، بس أكيد كان هيحكي لك عنه، لكنه أكيد نسي وسط اللي بيجري حوالينا. الأمور يعني اللي بتحصل حوالينا أهم بكتير من الجدي الملبوس ده. فنظر كامل إلى أمير وهو يومئ برأسه في توتر موافقا على كلامه، ثم نظر إلى حسان مجددا ليقول: أنا كان الأهم بالنسبة لي إننا نحل الجن عن الناس، وبعد كده نحل الجن عن الجدي مش أكتر. ظل حسان ينظر إلى كامل في صمت حتى انتهى من كلامه، فسأله أمير سريعا: طيب أنت ما تعرفش هو جه ليه هنا من الأساس، وليه كان بيتكلم مع جناين؟ فالتفت حسان إلى أمير في غضب ليجيبه قائلا: أنا قلت لكم قبل كده إن الكتاب موجود فيه كذا سبب لمجيء عشائر الجن لهنا، وأنا لحد دلوقتي مش عارف ألاقي السبب اللي بييجوا علشانه، والجن اللي أنا مسخرهم مش بيساعدوني في أي حاجة تتعلق بعشائر الجن التانية. أنا زيكم مش عارف حاجة خالص. ثم التفت أمير لينظر نحو النافذة وهو يفكر قائلا: طيب أنا شاكك في حاجة، أنا شاكك إن الجن ده عايز يأذيك أنت بالذات يا كامل، وخصوصا إنه ساعة لما هجمك ما بصش علي أصلا ولا كأني كنت موجود. فنظر كامل نحو أمير وهو يفكر فيما قاله ليجيبه: تصدق إن معاك حق، هو فعلا كان بيوجه لي الكلام كأنه جاي لي أنا مخصوص. ثم هم كامل بالكلام مجددا كأنه تذكر شيئا هاما ليقول: صحيح، أنا امبارح حلمت بأنه جالي واحد براس جدي وجسم إنسان ودخل علي الأوضة، وهو ماسك راس أبويا في إيده ورماها جنبي وجري علي عشان يقتلني. شرد ذهن حسان قليلا بعدما سمع ما قاله كامل، أخذ يفكر بصوت عال وهو ينظر للأمام قائلا: الحلم ده كده جالك بعد ما شفت الجدي أول مرة عند جناين، وبعدها ظهر لك دلوقتي وحاول يقتلك. فأومأ كامل برأسه موافقا، فنظر إليه حسان في قلق ليقول: الحلم ده مش حلم عادي يا كامل، الحلم ده معناه ان الجن ده عايز يقتلك ومش هيسيبك حتى لو اضطر انه يقتل اعز الناس ليك. فانفزع الاثنان لما قاله حسان، فنظر امير بتوتر اليه ليسأله: يعني كده كامل هيفضل في خطر لحد ما انت تصرف الجن؟ انا لازم اعرف ايه السبب اللي مخليه عايز يقتل كامل وبسرعة، بس وجوده عند جناين بيأكد لي ان كل اللي بيحصل في البلد متعلق بيها هي. ثم صمت الجميع للحظات والكل يفكر فيما قاله حسان، فبالفعل كل الخيوط تؤدي الى شخص واحد وهو جناين. فأتى على ذهن أمير استفسار جديد طرحه على الجميع، فتكلم قائلا: تفتكروا
تكون جناين هي اللي طلبت من عشائر الجن إنها تأذي الناس دي، أو تكون هي اللي سلطت جن البهم على كامل. فهز كامل رأسه بالرفض نافيا ما يقوله أمير، ليجيبه قائلا: لا لا، ما يتهيأليش، جناين طول عمرها بتعزني وبتعتبرني زي أخوها، وما شافتش مني حاجة وحشة. جناين بنت غلبانة جدا وما تأذيش حد. فاضطرب أمير بجسده للأمام نحوه ليكمل تساؤلاته قائلا: طيب فاتن، انت شفت ان هي بنفسها قالت ان فاتن كانت بتضايقها ومنغص عليها عشتها؟ فشرد كامل في التفكير لثوان قبل ان يجيبه قائلا: مش عارف، بس ما اظنش. ثم عاد الصمت ليخيم على المكان مجددا، فالكل كان غارقا في التفكير محاولا ايجاد سبب لقدوم الجن للقرية، او بالاحرى ما السبب في إذائهم لهؤلاء الناس بالتحديد. أرهق التفكير ذهن كامل، لكنه قاده إلى الموقف الأخير له مع الجدية وقدوم حسان لنجدتهم. فسأل حسان في فضول ليقول له: أنت صحيح يا حسان، عرفت منين أننا موجودين برا؟ فأجابه حسان: أنا كنت قاعد بوظف في البيت، وفجأة سمعت صوتك وانت بتصرخ وبتنادي على أمير، فخرجت أجري على الطريق لحد ما لقيتكم هناك. ثم حاول تخفيف وطأة الجو العام المليء بالحيرة والتوتر واللذين يخيمان عليهم، ليقف حسام من مكانه وهو يبتسم إلى كامل قائلا: أنا لقيتكم مختفيين طول اليوم، فقلت فرصة أوضب المكان. ثم رفع يديه للأعلى ليشير للمكان من حوله قائلا: إيه رأيكم بقى في المكان؟ فنظر كامل وأمير حولهما ليجد أن المكان قد اختلف بالفعل عن آخر مرة زاراه فيه، فقد علق حسان على الحائط إطار كبير به صورة له، ووضع تحته طاولة صغيرة عليها مصباح قديم، بينما كان يضع في أحد أركان الغرفة مكتبة خشبية متوسطة الحجم. كانت المكتبة تحتوي على عدة أرفف، فكانت توجد في الرف الأول عدة كتب مصطفى بعناية بجانب بعضها البعض، وكان يوجد في الرف الثاني كتابا عتيقا ضخم الحجم موضوع على جانبه ليأخذ جزءا كبيرا من مساحة الرف، وبجانبه صحيفة واحدة، بينما الرف الأخير كان يوجد به طبق بلاستيكي كبير مملوءا بالماء، وبجانبه قطع من الأقمشة البيضاء موضوعة فوق بعضها، وبجانبها ملاءة خفيفة مطبقة بعناية. استرعى اهتمام أمير المكتبة والتي يضعها حسام في الغرفة وما تحتويه من أشياء غامضة بالنسبة له لتثير الفضول بداخله، فقام ليذهب إليها، وقف أمامها يتفحصها بعينيه. قام حسان ليذهب والآخر نحو المكتبة ويقف بجانب أمير منتظرا أن يجيب على أسئلة أمير والتي توقع أن ينهال بها عليه في الفضول. إيه كل الكتب دي يا حسان؟ قالها أمير وهو ينظر إلى الرف الأول في تعجب، فهو لم يتوقع يوما أن يكون حسان من النوع المطلع والذي يحب القراءة. فابتسم حسان حينها وهو يشير إلى الكتب قائلا: دي كتب عهود لتحضير الجن وتسخيره. ثم أشار بيده إلى الكتاب الكبير والموضوع في الرف الثاني قائلا والفخر يملأه: وده كتاب الكهانة. فاقترب أمير بوجهه لينظر على الكتاب في فضول. كان الكتاب كبيرا وبداخله ورق متهالك من أثر الزمن عليه، كان بني اللون، جلده مصنوع من جلد الإبل، بينما كان مكتوبا عليه بحبر قديم باهت
كتابة يدوية لكلمات كانت مكتوبة باللغة العربية لكنها غير مفهومة. حاول أمير فهم أو تجميع تلك الكلمات في عقله لكنه عجز عن ذلك، فنظر إلى حسان في حيرة ليقول: أنا مش فاهم حاجة من الكلام المكتوب ده. فضحك حسان بصوت عال قائلا: ما هو مش انت اللي المفروض تفهم اللي مكتوب، انا واللي زيي بس اللي نعرف نقراه. فانتعض امير بوجهه مستغربا من اجابة حسان له. عاد لينظر الى الكتاب للحظات ثم نظر الى الصحيفة الموجودة بجواره فسأله في فضول: طيب وإيه الجورنال ده؟ نظر حسان هو الآخر نحو الصحيفة قائلا: ده جورنال في أخبار تهمني وشايله، جايز أحتاجه في يوم من الأيام. فاقترب أمير بوجهه ليقرأ تاريخ إصدار الصحيفة والذي يعود لسنوات مضت، فتعجب قائلا: بس ده جورنال قديم قوي. فابتسم حسان له قائلا: مش تاريخه هو اللي يهمني، انا اللي يهمني اللي جواه، عشان كده محتفظ بيه. ومحتفظ بيه من كذا سنة؟ لا، ده انا لسه جايبه قريب. ثم اقترب حسان بوجهه من امير ونظر اليه بجدية مركزا في عينيه قائلا: أنا سخرت كل اللي يجيبهولي على عهد مني ليه بإني ما استغلش اللي جواه ضد حد من عشائر الجن. ظل أمير ناظرا إلى حسان في صمت محاولا فهم ما قاله له، بينما التفت كامل هو الآخر لينظر ناحية الصحيفة في فضول. وهنا ضحك حسان عاليا ليقول: يا عم أمير، ده جورنال قديم لسه لقيه هنا، فكنت ركنه على الرف عقبال ما كمل توضيب. ثم مد حسان يده للأمام ليتحسس كتاب الكهانة وهو يقول: الكتاب ده غالي قوي وما يتحطش جنبه غير الحاجات الغالية. وكالعادة لم يفهم أمير ما يرمي إليه حسان، فأكمل النظر إلى الرف الأخير ليسأله قائلا: طيب وإيه الطبق المليان مية ده؟ فأجابه حسان: الطبق ده بيظهر لي فيه الجن اللي أنا مسخرهم، وبقدر أشوف جواه حاجات حصلت وخلصت، زي مثلا إن أشوف مين اللي كتب عمل معين أو حط العمل ده فين. فأومى أمير برأسه وهو يقطب حاجبيه مستعجبا من تلك المعلومة الجديدة عليه. فأكمل حسان كلامه مشيرا إلى الأقمشة التي بجانبه قائلا: والقماش ده بلف بيه الأعمال اللي بعملها. ثم مد يده ليمسك الملاءة وهو يكمل قائلا: أما الملاية دي بقى فهي. فقطع كلام حسان صياح كامل من خلفهما وهو يناديهما قائلا: فككم يا جماعة من جلسة تعليم السحر دي، وحد يروح يفتح الباب، في حد بيخبط. فانتبه حسان لما قاله كامل، فأدرك أنه قد انشغل في الشرح لأمير لدرجة أنه لم يسمع الباب وهو يطرق. فتحرك أمير من جانبه ليذهب ليفتح الباب، لكن حسان أمسكه من ذراعه بسرعة قائلا بجدية: إحنا ما نعرفش مين اللي بيخبط على الباب، استنى أنا اللي هفتح. فتسمر أمير في مكانه حينها، أخذ الجميع ينظرون إلى الباب في صمت. وجدوا أن الطرق قد عاد مرة أخرى لكن بقوة أكثر هذه المرة. وهنا
تحرك حسان في توجس ناحية الباب، فراقبه أمير وهو يذهب نحو الخارج، بينما مال كامل للأمام لينظر ناحية مدخل البيت في ترقب وخوف شديد، وهو يخشى ما سيحدث.